لعبة فايف نايتس ات فريديز سيكيورتي بريتش صارت أحد ألعاب الرعب الضخمة، وبحكم عالم اللعبة الضخم في كثير من الأسرار والخفايا اللي موجودة باللعبة، حتى بالرغم أني سويت مقطع قبل كذا عن 5 أسرار موجودة باللعبة إلا أني اكتشفت أسرار مخفية جديدة. السلام عليكم، معكم عمر، واليوم راح أوريكم 5 أسرار مخفية ثانية اللي من الممكن أنك ما لاحظتها في لعبة فايف نايتس ات فريديز سيكيورتي بريتش. وكالعادة لما أسوي مثل هذا النوع من الفيديوهات أعطيكم تحدي، واللي هو إذا عرضت لك شيء ما كنت تعرفه لازم أنك تنزل تحت وتشترك، وإذا استمتعت بالمقطع فعل زر الجرس وحط لايك. ووفقا للإحصائيات إن أغلبكم مو مشترك في القناة، وطبعا ما هو شيء إجباري، هو الشيء راجع لك. بدون ما نطول بالكلام خلينا ندخل على المقطع. رقم 5، الرسائل المشفرة. كثير من أقسام اللعبة ولكن بشكل خاص هذه الغرفة نقدر نشوف عدد من الرسائل المشفرة ومكتوبة بنظام الباينري. إذا ما كنت تعرف شو الباينري، هو عبارة عن لغة الآلات واللي تقدر تعبر فيها بدل من الحروف والكلمات بالصفر والواحد. من الممكن أن الكثير منكم حصل هذه الرسائل وعرفوا أنها مكتوبة بنظام الباينري، بس الشيء المثير للاهتمام أنك لما تروح وتترجم هذه الرسائل راح تقدر أنك تحصل على رسالتين. إذا في أي أحد منكم حصل رسائل أكثر اكتبها تحت بالكومنت. الرسالة الأولى كانت عبارة عن كلمة هايد أو اختبئ، والرسالة الثانية كانت مثيرة للاهتمام واللي تكون جملة why is I، واللي إذا نبغى نفسرها ممكن يطلع معانا تفسيرين على الأقل. من الممكن أن هذه الجملة يكون فيها أخطاء بالجرامر أو القواعد. على سبيل المثال ممكن أنها تكون جملة ناقصة ويكون لها تكملة زي مثلا why is I alive، واللي معناها لماذا أنا على قيد الحياة، واللي من الممكن برضو أنه يكون في سبب لهذا الخطأ، بس برضو من الممكن أنها تكون رسالة كاملة غير مكتملة، أن في واحد كان قاعد يكتب رسالة لكن الرسالة وقفت لسبب ما. في 1000 احتمال ليش من الممكن تكون تكملة الرسالة هذه، ممكن أنها تكون why is it وغيرها من الاحتمالات. لكن لو كانت هالرسالة عبارة عن خطأ بالجرامر أو القواعد ومو أنه تم وقف كتابتها، راح يكون هذا الشيء منطقي نوعا ما، لأن أتوقع أن اللعبة قاعدة تلمح وتوضح أن هذه الكتابات انكتبت من قبل أحد الروبوتات. على كل، لغة الباينري هي نظام أو لغة مستخدمة بشكل أكثر للكمبيوترات والآلات، فمعلومة أن هذه الرسائل مكتوبة بالباينري بالنسبة لي أن تلميح خفي أن هذه الرسائل تم كتابتها من أحد الروبوتات أو أي شيء يشكل آلة. وبالفعل نحن نعرف أن في شخصيات في هذه السلسلة اللي هم على الأقل يكونوا شكل من أشكال الآلة، فمين اللي كتب الرسائل؟ بصراحة عن نفسي ما أعرف مين اللي كتب الرسالة، وما أعرف لمين كتبها، ولا أعرف ليش كتبها أصلا. ممكن نخلي هذا الموضوع لمقطع ثاني. رقم 4، لعبة الجولف. باين أنه راح يكون في العديد من الميني جيمز داخل لعبة سيكيورتي بريتش، بس واحدة من هذه الميني جيمز تقدر أنك تحصلها في منطقة مونتي. إذا قدرت أنك تحصل على جهاز الأركيد هذا راح تقدر أنك تلعب الميني جيم هذه بشكل كامل، واللي هي عبارة عن لعبة جولف. بغض النظر أن شيء غريب أنه يكون في جهاز أركيد بنص هذه المنطقة، لكن الواضح أنها تستحق أنك تروح عن جهاز الأركيد وتلعب الميني جيم هذه، لأن الميني جيم هذه واللي يفترض أنها جهاز أركيد تظهر العديد من الاقتباسات والذكريات للألعاب السابقة في السلسلة. على سبيل المثال هذا الماب اللي تقدر تشوف بعض الأشرار الأساسيين اللي كانوا في الجزء الأول. إذا كنت من الأشخاص اللي حطوا نظريات أقترح بشدة أنك تشيك عليها وتلعبها، لأن فيها عدد من التلميحات والخفايا في اللعبة نفسها. وواحدة من هذه التلميحات اللي قدرت أني أحصلها هي أن في إحدى المابات نشوف مجسم لفريدي تم رميه في حاوية الزبالة مع مجسمات ثانية تمثل بقية الروبوتات اللي باين أنهم قاعدين يسووا عرض. فمن الممكن جدا أن هذا احتمال يوضح أن بقية الروبوتات يكرهوا فريدي حتى قبل ما يتم اختراقهم ويصيروا عدائيين. وإذا ما كنت تعرف إيش أقصد بكلمة تم اختراقهم، في مقطع نزلته قبل كم يوم يشرح لك هذه النظرية بشكل كامل. وبرضو إحدى التلميحات اللي موجودة هي الأرقام العشوائية اللي موجودة في إحدى المابات، لكن مع عدة محاولات لترجمة هذه الأرقام لكلمات ما حصلت أي معاني واضحة. رقم 3، بوني ممكن أنه ما زال حي. واحدة من الرسائل اللي موجودة في اللعبة تشرح أن بوني كان خارج الخدمة أو متوقف عن العمل، وبرضو الرسالة وضحت أن في كثير من الأطفال كانوا قاعدين يسألوا باستمرار وين بوني، لأن كان الشخصية المفضلة للكثير من الأطفال اللي يزوروا المكان، حتى أن الموظفين اضطروا لأنهم يخفوا بعض الأشياء في منطقة بوني عشان الأطفال يوقفوا أنهم يسألوا عنه. لكن احنا نعرف ان بوني كان متوقف عن العمل ومتقفل في منطقة البارت اند سيرفيس،
لكن ممكن أنك تتساءل ليش يروحوا ويقتلوا إحدى الشخصيات المفضلة. من الممكن أصلا أنهم ما سووا هالشيء، لأن بمجرد لو رحت لمنطقة البارت أند سيرفيس نقدر نشوف الثلاث غرف هذه اللي على اليمين، اللي باين عليهم أنهم عبارة عن سجن أو زنزانات للحبس. واحدة من هذه الغرف له باب يتطلب ليفل 10 عشان تدخله، واللي هو أعلى ليفل سيكوريتي موجود بالبيتزا بليكس. بس الشيء المثير للاهتمام أنهم برضو أغلقوا الباب بألواح خشبية، باين أنهم حريصين على إغلاق هذا الباب وإبقاء شخص ما بالداخل، وحريصين أن ما يطلع أبدا. فالواضح أنه شخص خطير، لكن بالرغم من هذا واضح أن الشخص اللي كان بالداخل قدر أنه يهرب ويطلع. الزجاج مكسر وما في أي شيء في هذه الغرفة. مين اللي كان محبوس في هذه الغرفة وهرب؟ في كثير من الاحتمالات عن مين هذا الشخص. ممكن يكون أي شخصية، بس أنا أعتقد أنه راح يكون من المنطقي إذا كان هذا الشخص هو بوني. صح أنهم قالوا أنهم قفلوا بوني وخلوه متوقف عن العمل، لكن باين أن فاني سوت بعض الأشياء خلف الكواليس زي الاختراق وغيره بالخفاء اللي ما حد عارف عنها. فإيش لو فاني قدرت أنها تتحكم في بوني بطريقة ما؟ أو ممكن مثلا أنها هي الشخص اللي حبست بوني في هذه الزنزانة وبعدها قالت أنها توقف عن العمل. كلها احتمالات ونظريات، بس الشيء المتأكدين منه أنه في النهاية بوني هرب. بس وين هو الحين؟ ما حد يعرف إلى الآن، لكن بصراحة أتمنى أنهم ما قتلوا واحد من الشخصيات المفضلة، وبرضو أتمنى أنه نعرف إيش صار عليه في الأجزاء الجاية أو حتى كإضافة أو DLC. رقم 2، أسرار فاني. في كثير من النظريات والآراء حول مين هي فاني بالضبط. البعض يعتقد أن فاني هي نفسها فينيسا، وبعض الناس يظنوا أن فاني مو فينيسا وأنها عبارة عن شخص مختلف. لكن اللخبطة واللحسة أن في مختلف النهايات اللي موجودة باللعبة توضح أن النظريتين صح. بس الشيء اللي نعرفه عن فاني هو أنها كانت ولا زالت قاعدة تسبب فوضى في البيتزا بليكس. على سبيل المثال، وفقا لإحدى الرسائل أن كان في عدد من الاقتحامات وعمليات السطو في البيتزا بليكس، وأن كمان في بعض المناطق اللي باين أن تم تخريبها. وبالإضافة على هالشي نقدر نشوف في إحدى مشاهد اللعبة أن فينيسا أو من الممكن فاني قاعدة تتكلم مع فريدي في منطقة البارت أند سيرفيس، تقول أنها كانت قاعدة تسوي تجارب في هذه المنطقة على الروبوتات الثانية، واللي من الممكن برضه يشرح ليش الروبوتات هذه قاعدين يطاردوا غريغوري وكأنه عدو. اللعبة قاعدة تلمح بشكل كبير أن فاني كانت قاعدة تخرب الأجهزة والأشياء اللي في البيتزا بليكس من الوقت للثاني. بس الشيء المثير للاهتمام أن الواضح أن فينيسا ما كانت على علم بهالشيء. في عدد من الرسائل اللي تقدر أنك تقراها في اللعبة، حيث أن فينيسا تتكلم عن الاقتحامات وكونها جدا قلقة على الأمور اللي صارت بعد هذه الاقتحامات. بالحقيقة في اقتحام واحد خصيصا تم ذكره أن في واحد سرق نموذج من الروبوت الصغير هذاك اللي تحصله في الفنتات أو فتحات التهوية في اللعبة، واللي سوى هالشي هو على الأرجح فاني. فليش فينيسا مضطربة وفي حيرة، وليش قاعدة تتكلم عن أنه ما في أي لقطات تم تصويرها من قبل كاميرات المراقبة لهذا الاقتحام؟ فمن الممكن جدا أن فينيسا كانت قاعدة تكذب عشان تغطي على الشخص اللي سوى هذا الاقتحام. بس في الجانب الآخر من الممكن برضو أنها ما تعرف بالأصل عن هذه الاقتحامات. إذا رحنا عند أحد ألعاب أجهزة الأركيد واللي هو برينسس كويست، وإذا ما كنت تعرفها نزلت مقطع قبل كم يوم يشرح موضوع اللعبة بشكل كامل. لكن لو رحت عند هذه اللعبة راح تشوف أنها باين أنها تلمح أن فينيسا عندها جانب مظلم، ومن الممكن جدا أنها كانت قاعدة تسيطر على فينيسا، وأن فينيسا ما تتذكر إيش صار وقت ما كانت فاني مسيطرة عليها. وهذا الشيء برضو ممكن يشرح ليش في سرير في الغرفة اللي مكتوب على أحد جدرانها كلمة فاني. باين شيء غريب إنها تكون هذه غرفة فينيسا، وممكن إنها مو غرفتها، لكن من المحتمل إن هذه الغرفة اللي تنام فيها فاني خلال اليوم. رقم 1، الحلوة المنومة. زي ما أنتم عارفين إن في شخصيتين في جسد واحد في لعبة سيكوريتي بريتش، واللي هم الشمس والقمر. والشخصيتين كانوا كويسين، لكن اللي لعب اللعبة يعرف انهم كانوا جدا مزعجين. بس الشيء المثير للاهتمام مو في الشخصيات نفسهم، بل في الاغراض الجانبية اللي تعبر عن هذه الشخصيتين. في الكثير من الاغراض الجانبية اللي تخص هذه الشخصيتين زي الدمى الصغيرة هذه والمشاهد التلفزيونية. بس الشيء اللي لاحظته بشكل متكرر في اللعبة هو هذا الاعلان اللي للحلويات. في حلوة للشمس وفي حلوة ثانية للقمر. حلوة الشمس وصفت بأنها حلوة منشطة أو للتنشيط والطاقة، واللي هو بصراحة شيء غريب. ليش تبغى تعطي طفل حلويات اللي راح تعطيهم طاقة؟ لكن الشيء الأغرب والمربك أكثر هو حلوة الخاصة بشخصية القمر،
اللي يطلق عليها اسم حلوى النايت تايم. وأظن سبب أنه هذه الحلوى موجودة أن بالحقيقة هذه الحلوى عندها هدف شنيع. نعرف من خلال إحدى النهايات أن الأطفال قاعدين يختفوا واحد وراء الثاني حول هذه المنطقة، وبرضه لمحوا بشكل كبير أن فاني قاعدة تقتل الناس، واللي هو مو شيء صادم. لكن الشيء الصادم هو أنه من الممكن أنها كانت قاعدة تسوي هذه الأشياء بمساعدة هذه الحلوى. فكر فيها، ليش ممكن اللعبة تحط هذا الإعلان لهذه الحلوى الخاصة بالنوم؟ الواضح أنها تلميحة أن هذه الحلوى راح تخليك تنام، ومن المحتمل أن هذه الحلوى أو ممكن نسخة ثانية منها قاعد يتم استخدامها عشان تخلي الناس يناموا، خاصة مع مراعاة أن في مناطق اللي باين أن الغرض منها كان هو حبس الناس. واحدة من هذه الغرف المرعبة هي هذه، واللي بالنسبة لي أشوف كأنها زنزانة. لكن في الحالتين نعرف أن فاني كانت قاعدة تقتل الناس عن طريق أنها تخليهم يناموا أول، عن طريق استدراجهم لأكل هذه الحلوة، وبالتالي هذه الحلوة تخليهم يناموا وبعدها تقدر تقتلهم أو تحبسهم وهم نايمين. والاحتمال هذا أبدا مو مستبعد، لأنه نعرف أن قصة هذه السلسلة جدا مظلمة، ونعرف أن الأطفال كان يتم قتلهم في الأجزاء الماضية، خاصة أننا نعرف أن الأطفال قاعدين ينفقدوا في هذه المنطقة. فيوب هذه هي خمس أسرار ثانية ممكن أنك ما لاحظتها في لعبة Security Breach. وبالرغم من هالشيء في الكثير والكثير من الأسرار والنظريات اللي راح أتكلم عليها في المقاطع الجاية، ومتأكد أنه لسه برضو في كثير من الأسرار اللي لازم أحصلها في اللعبة. فإذا ما تبغى أنك تفوت النظريات والأسرار الجاية عن اللعبة، انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس. شكرا على المشاهدة، ونشوفكم في المقاطع الجاية.